ارفعوا البطاقة الحمراء في وجه العبودية، شعار رفعه متظاهرون مدنيون بوجه جوزيف بلاتر في زيورخ. متظاهرون من مختلف الجنسيات جابوا شوارع العاصمة السويسرية، طالبوا السويسري بالتنحي وتسليم رئاسة الفيفا لأشخاص قادرين على تحمل المسؤولية ومحاربة الفساد داخل أروقة أكبر المنظمات الرياضية. المتظاهرون همسوا من قناة الحفاظ على حقوق الإنسان فيما يتعلق بمنح قطر استضافة مونديال 2022. سلطوا الضوء على المشاكل التي يعانيها العمال واعتبروا أن الأموال والرشاوى منحت الدولة الخليجية حق التنظيم.